اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا جاهلنا، وارزقنا تلاوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، شاهدنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى هذا المسمى المرحوم المسمى وإلى هذا المسمى المرحوم 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 semoga keluarga besar sekolah alam kesenangan hadir di kesehatan dan diberi rezeki yang datang di dunia dan satu beri ilmu yang sekarang kita hadir dengan Allah. Jauhkanlah kami dari bala, dari bencana, dari sini. Ya Allah, sembuhkanlah beri yang akhir. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Kabulkan semua doa-doa kami dan kita. أعوذ بالله من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وطراف النهار، واجعله لي هجتي يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرا وخير عملي أولا وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وبيتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك الأولى من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل ذنب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله للوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته،
ولا دينا إلى قضيته ولا حاجة من مواحد الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.